تقول كيف نوازن بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بسبع أو بخمس وعشرين درجة، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لابن مكتوم ابن أم مكتوم بأن يصلي ثم بعد ذلك قال له يا هذا أتسمع الأذان؟ فكيف نوازن بين هذا وذاك شيخ؟ هو يرى أن هذه خلاف في اختلاف بين الحديثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أذن له قال تعال أتسمع إذا المؤذن أو تسمع الأذان أو النداء؟ قال نعم. قال إذا فلبي. الحق أنه لا خلاف، لأن هذا الحديث منسوخ، حديث ابن أم مكتوم حديث منسوخ بحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن هو كان يصلي بالناس ولما كبر سنه في سير بيفرق بينه وبين الذين يعني يصلون في المسجد يصلي بهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم تعالى البيت فصلي لي أتخذه مكانا أتخذه مصلى. فقال النبي أفعل إن شاء الله. فجاء النبي فكانوا قد صنعوا له طعاما، قال أين تريد أن أصلي؟ ابتدأ بالأهم، قال هنا. طبعا كان هيتخذه مسجدا، فصلى النبي وصفوا خلفه صفوفا وصلوا خلفه واتخذه مسجدا يصلي به في بيت، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الحديث ناسخ الحديث ابن أم مكتوم في قوله تسمع النداء فلبي. وأما الحديث أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة يحتج به جمهور أهل العلماء على سنية صلاة الجماعة، لكن نحن نقول ولما يفرط ويضيع هذا الخير أن كل خطوة ترفع درجة وتحط عنه خطيئة، وأنه إذا جلس في المسجد فإن الملائكة تستغفر له تدعو اللهم اغفر له اللهم ارحمه، نعم. إذا دخل فسلم تتساقط الذنوب، إذا دخل فعلم جاهلا له ما له من الأجر العميق عند الله العظيم عند الله جل وعلا. المسألة في هذا الباب إن قلنا بالخلاف الفقهي، الخلاف الفقهي موجود، بل الجماهير على أنها سنة مؤكدة وليست واجب وليست واجبة. وأما الحنابلة فقالوا بالوجوب، وإن كان توسط بعض العلماء من المحققين كالنووي وغير النووي بأنها فرض كفاية. أنا أدين الله بذلك، إن قام البعض سقط عن الآخرين. الإشكال إن الحنابلة رواية يرون بأنها واجبة في المسجد، نعم، يعني لو صلاها في البيت تبطل، وهذا بعيد خلاف رأي الجمهور. طبعا يتمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. يعني لو سمع الأذان وما ذهب صلاته باطلة، لو صلاها منفردا صلاته باطلة، وهذا حديث ضعيف لم يصح. وماذا يفعلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد رجل يصلي قال ألست برجل مسلم لما تصلي معنا؟ فقال صليت في رحلي. قال إن صليت في رحلك وجئت المسجد فوجدت الناس يصلون فصلي معهم تكن لك نافلة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.